بختام فقراتنا هذه رح نحكي على موضوع جدا مهم واللي هو الشخصية المثالية على مواقع التواصل الاجتماعي أو الصور اللي كتير بتطلع بيرفكت وظابطة على السوشيال ميديا. أكيد أثبتت إحدى الدراسات إنه 10% بس من الأشخاص يلي بينشروا صورهم هنن عن جد حقيقيين أو هنون مبسوطين بالفعل، ولكن 90% الباقيين فهنون افتراضيين وعايشين بالوهم وعم يزيفوا الواقع والسوشيال ميديا، وبالنفس الوقت عم يغشوا الأشخاص يلي حواليهم إن كانوا قراب أو بعاد، وبالتالي كمان أكيد عم يسببوا إذى نفسي لكتير من الأشخاص بسبب هي المثالية المفرطة. صحيح يا عفاف، الشخصية المثالية وما أدراكي ما الشخصية المثالية. اليوم قد يمكن منعرف أشخاص على أرض الواقع بتعرفيهم بحياتك انت، كيف طبيعتهم، كيف كلامهم، كيف شكلهم. بتجي يمكن لحتى تشوفين على مواقع التواصل الاجتماعي بتشوفي حدا ثاني، بتشوفي حدا مثالي، بنقول يا ريت لو انهم هيك تماماً. بالفعل مثل عنيت انهم هيك بالواقع. يا عيني عليك، اليوم يمكن هذا الشيء عم يخلينا ما نعرف نميز بين الصح والغلط. صحيح. مين الصادق مين الكذاب، يمكن حتى عم بيخلينا نشك بحالنا، ما يكون في عنا رضا عن حياتنا، كل شيء بنشوفه على السوشيال ميديا هو مو حقيقي ولا صحيح. اكيد اليوم مواقع التواصل الاجتماعي هي سلاح ذو حدين، ممكن تكون إيجابية ببعض الأوقات ولكنها سلبية، وتحديدا بهذا المجال عم نشوف فيه نفاق اجتماعي كبير. رح نحكي أكثر مشاهدينا مين هي الشخصية المثالية، تفاصيل كثيرة رح تخبرنا عنه ضيفتنا لليوم. معنا فاطمة الزهراء رجب، حاصلة على ماجستير في الصحافة والنشر وباحثة في مجال الإعلام والاتصال. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك استاذه فاطمه. اهلا وسهلا فيك. صباح الخير وصباح الواقعيه والمنطق، خلينا هيك ضمن حدود المنطق. صباح المثاليه تماما. لا، هذيك المثاليه اللي عم نحكي عنها اليوم هي مثاليه مشوهه. صحيح. مثاليه ما انا موجوده على ارض الواقع. انا شخصيا يمكن ما بس على المثاليه، بحاول اذا ما عندي اخطاء بحط اخطاء كرمال العالم اذا ما تقبلتني باخطائي ما رح تتقبلني، ما فيني مثل يعني، عرفتي كيف. لكن اليوم في اذا نفسي كتير كبير عم يحصل على السوشيال ميديا، عم يسببوه هدول الأشخاص للناس اللي عم تشوفهم. خلينا نحكي عن الأضرار الناجمة من هدول الأشخاص المزيفين، وكيف ممكن أنه يعتبروا هذا الشيء حرية شخصية. صحيح. في البداية فقط دعيني يعني أنوه إلى نقطة أن البعض يعتقد بأن ما ينشره على مواقع التواصل الاجتماعي هو حرية شخصية. تأكيد يعني هي حرية، أنا حرة، متابع حر، والجميع حر ما لم يضر. تنتهي حريتي عندما أبدأ بانتهاك حرية الآخرين أو اختراق خصوصياتهم. بالتأكيد يعني هذا الأمر مفروغ منه حتما، لكن ما لا ندركه هو أن المثالية التي تحدثت عنها منذ قليل هي التي تقيد حريتنا، هي التي تقيد حرية اليوم. هذه المثالية، هذا الطوق الموضوع حولي بشكل دائم، وبالتأكيد لها أضرار عديدة. يعني اليوم إذا أردنا أن نبدأ فبالتأكيد يعني الحديث لا يسعى لذلك، لكن لعل من أبرز هذه الأضرار المجتمعية التي يمكن أنا اليوم أن أسبب الضرر دون أن أشعر بذلك. أولها، لا أعلم ما إذا كنتم قد رأيتموه، هو فيديو منشور تم نشره على السوشيال ميديا. ملخصه أو مفاده بشكل سريع، إحداهن في عملها كانت تتذمر من عملها وتأكل البيتزا، ثم مسحت كل شيء، رتبت الطاولة ومع فنجان القهوة السهلة في الصباح، والتقطت صورة نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي. عملي الجميل الرائع. أحدهم شاهد المنشور، شخص في مكان عمله أيضا، فصعد إلى سطح المبنى، أخذ خوذة الدراجة مع الطبيعة في رحابها. امرأة أخرى طلبت الطعام الجاهز بعد أن رأت هذا المنشور وقامت بالتقاط هذه الصورة من صنعه. طبعاً يعني اليوم حينما نرى مثل هذه المشاهد نشعر بأننا إلى أي حد بدأنا نكذب، أو إلى أي حد بتنا نكذب على أنفسنا. يعني بات الأمر مضر بي أنا شخصياً قبل أي أحد آخر وقبل أي شخص آخر. طبعاً بالتأكيد بالإضافة إلى كل ما ذكرته، هذه الأضرار تمتد إلى المجتمع. على سبيل المثال، علاقات الارتباط الفاشلة على موقع التواصل الاجتماعي. اليوم حادثة سمعت بها، شاب مغترب أعجب بفتاة على السوشيال ميديا، تقدم أهله لخطبتها بكل تأكيد، حصل الزفاف، سافرت إليه، رآها،
هذا لحديثك عن أنه المثالية ليست فقط في المناشير وأيضا في الوجه والتعديل وما إلى ذلك. وبالتالي حينما رأها في الواقع رأى شخصية لا تشبه الصورة، يعني الشكل أوصلته إلى مرحلة من المثالية في الشكل، يعني من التعديل والفوتوشوب قليلا وبعض السمايلات والآخرين. فبالتأكيد ربما لا تكون الفتاة قبيحة، لكن هي أوصلته إلى حد ظن أنه مخدوع خداع. وبالتالي نسمع أحيانا فلان انفصل عن فلانة بعد شهرين من الزواج، لماذا؟ أيضا يعني مشكلة السفر الآن والاغترار، يمكن غسلت وشها كمان. لا ليس فقط هذا، الطرفين أحيانا يتصنعان خلال الحديث، ربما خلال المناقشات، خلال الدردشة، كل منهما يبرز الجانب الإيجابي من شخصيته فقط، وهذا يؤدي بنا إلى الخيانة الإلكترونية. طبعا الخيانة الإلكترونية لمن لا يعرفها هي يعني امتداد للخيانة الزوجية. الخيانة الإلكترونية هي أن يكون إحدى الزوجين أو الشريكين يتحدث مع شخص آخر إلكترونيا دون علم شريكين. طبعا الحديث يعني فضفاض في هذا المجال، ربما نتحدث لاحقا عن الأمر. لكن ما الذي يحصل الآن؟ لماذا يعني لماذا يرجع الرجل أو المرأة اليوم إلى أن يتحدث مع شخصية افتراضية على السوشيال ميديا؟ هذه المثالية لأنها تعطيه كل شيء جميل، والإنسان بطبيعته يتوجه إلى الجمال، إلى المثالية، إلى الكمال، وهو الكمال غير موجود بالطبع. أيضا من أهم أو أبرز لعل يعني هذه الأضرار، كما ذكرت منذ قليل هايدي، أن البعض ينشر الحكم والمواعظ على السوشيال ميديا تماما. وأنا 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 أفعل، في الواقع نجد شخصية مختلفة تماما. فعلى سبيل المثال يعني إحداهن على خلاف مع الأخرى، تجدينها على مواقع التواصل الاجتماعي، لا بعلق لها مع أحسن ما بين أنا المكيودة، بينما في الواقع هي لا تلقي السلام عليها، يعني هنا شيء وهنا شيء آخر تماما مختلف. هذا يذكرني منذ عدة أيام حقيقة رأيت فيديو على السوشيال ميديا أيضا يروي لنا قصة طريفة عن هؤلاء المثاليين، لتأكيد فقط لمشاهدينا بأن ليس كل ما يرونه على الشاشة أو على السوشيال ميديا خصوصا هو صحيح، ليس كل ما يرونه ذهبا، لا يوجد شيء مثالي، الجميع لديه مشكلة ما، الجميع لديه عبثيات، الجميع لديه جوانب سلبية في حياته. وبالتالي القصة طريفة سوف أريوها لكم. رجل متزوج جاء إلى منزله فرأى زوجته تبكي، قال لها ما بكي؟ قالت له رآني العصفور من على الشجرة وأنا في منزلي وما إلى ذلك. تبسم الرجل لعفتها ورقتها، فقطع غصن الشجرة. اليوم التالي وجرى مع شخص آخر، ترك المنزل وغادر إلى قرية أخرى، وجد جموع من الناس يتناقشون وتداولون، سألهم ما هنالك؟ فقال لهم الشخص، قال له إحدى الرجال الموجودين، أن الملك قد سرق. مضى الرجل وإذ بشخص ما يمشي بجانبه على رؤوس أصابعه يتدحرج، قال له ما بك؟ أخبره بأنني أخشى أن أهرس النملة على الأرض. هذه مثالية مصنعة. فصاح الرجل قد عرفت من السارق، ها هو. وعلى الفعل فسأله الملك وما يعني كيف علمت بذلك؟ قال له هذه المثالية وتصنع الفضيلة، تصنع المواعظ أو الحكم أو المبالغة فيها بشكل جدا يعني فائد. هذه الفكرة. أستاذة فاطمة، ذكرتي تفاصيل كتير عديدة موجودة اليوم أمثلة بواقعنا للأسف بشكل كتير كبير، ولكن يمكن هي الأمور منلاحظة عند الأشخاص اللي بنسميهم بلوجرز أو الشخصيات المشاهير، بنشوفها بشكل كتير كبير المثالية، لدرجة أنه الشخص العادي الإنسان الطبيعي بصير يتابع هدول الأشخاص وفعلا بصير في عنده غيرة من هي المثالية الموجودة عندهم. ليش اليوم نحن عم نتقلد فيهم لهدول الشخصيات؟ ليش عم نحاول جمل صورتنا على مواقع التواصل الاجتماعي؟ طبعا لعلك تعلمين هايدي أن نظريات التأثير الإعلامي هي تؤثر بالأفراد بشكل أو بآخر. يعني نحن عرضة للتأثير، ولعلها إحدى الأسباب التي تدفع اليوم الشخص إلى أن ينسخ من نفسه شخصية افتراضية. أحد أهم الأسباب كما ذكرتي صانعي المحتوى، طبعا الهدف هو كسب المال، الشهرة، كسب تأييد المتابعين. طبعا هذا الأمر خاطئ يعني 100%. يعني اليوم حينما نجد عائلة على السوشيال ميديا، لا يعني ليس هذا الهدف اليوم من السوشيال ميديا بكل تأكيد. أيضا كما ذكرتي الغيرة، الحسد ربما، فتقول لك إحداهن فلانة سعيدة، أنا كمان سعيدة، ليش؟ حتى لو ما كنت سعيدة أنا كمان سعيدة اليوم، حتى لو ما كنت. رفض الواقع. امرأة متزوجة ربما تكون في حالة انفصال مع زوجها أو على وشك الانفصال، أو ربما هناك يعني خلافات بينهما، تجدين على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن الحب، الغرام، الزواج السعيد، التفاهم،
لأنها ترفض أن تقول أو بتأكيد هي لن تقول، يعني بتأكيد نحن اليوم لا نطلب من المشاهد أن يكشف عن الجوانب السلبية من حياتي، لكن على الأقل أن لا نكون بعيدين عن الواقع. لكن لعل أهم أنا برأيي ما هو اليوم يدفع الشخص لهذه الشخصية المثالية هي تشوهات التربية. جميعنا يعني غالب الأشخاص الذين يتصنعون يكونوا قد عايشوا هذه المرحلة من حياتهم. قد يكون الشخص في مرحلة الطفولة تعرض ربما للتنمر، ربما لم يكون أو لم يكن مقبول اجتماعيا، تم رفضه من شخص ما، لم يستطع تكوين صداقات مع الآخرين، شعر بالفشل ربما في موقف من مواقف حياته، أو حتى ممكن يكون هذا الشخص اللي عم يزيف عم يتنقل من غيره أو عم يقلد غيره، ممكن ما يكون عنده كل المشاكل بس شاف غيره صحيح. طالع كتير بيرفكت ومثالي، لكن حتى فقال أنا بدي أطلع مثله كمان. صحيح، لكن حتى التقليد هو أنا أقول دائما أنه يعود لتشوهات في التربية. يعني هو مرتبط ببيئة الشخص أو بطفولته، دائما نحن مرتبطين بالطفولة، لذلك هذا الأمر يدفعه إلى أن يفعل المستحيل كي يصبح مقبول اجتماعيا. يعني حتى هو بذهنه أن هذه هي الطريقة المثلى كي يكون هو مقبول اجتماعيا بين الناس، حتى وإن كلفه الأمر أن ينسى نفسه وأن ينسى حقيقة نفسه، لا مشكلة، المهم أن أكون مقبول بين المجتمع. وسائل التواصل الاجتماعي تتيح هذا الأمر، يعني هناك من يتحدث معك، يقوم بالتعليق، يقوم بالتفاعل، وبالتالي يتيح له هذا الأمر، خصوصا أننا نحن الأفراد نميل نحو المثالية، وبالتالي حينما يرى أن الأشخاص بدأوا بالتعليق له وبدأوا بالتفاعل معه سيزيد الأمر، يعني سيزيد من الحدة. ما بيعرف يمكن أنه هذا القبول ممكن يقلب بعدين للشيء المعاكس له اللي هو النفور، الناس تكشفوا على حقيقته، هو يضر لأنه نفسه، لأنه هو مو بس عم يكون مثالي، هو عم يغش الأشخاص، ممكن حدا يحبه لأجل الكلام، يعني عم يزيف شخصيته مو بس صوره. صحيح، وبعدين ينخدع فيه ويكشفوا على حقيقته. صحيح، أتعلمين إلى أي حد الآن؟ يعني اليوم من يكذب على نفسه لهذا الحد الذي أتحدث عنه اليوم لهذه المرحلة يصل إلى مرحلة من النفاق. طبعا لا أقصد بذلك النفاق الاجتماعي الذي نعلمه، إنما النفاق مع النفس، بمعنى هو عبارة عن سلوكيات، يعني سلوكيات يفعلها الشخص حينما يجد أنه لا يوجد تناغم بين سلوكه الحقيقي والسلوك الذي يود أن يفعله من أجل المجتمع، وبالتالي يحصل لديه حالة من النكران للواقع أو من رفض الواقع. طبعا أنا فقط أود أن أنوه أمر إلى المشاهد أننا اليوم لا أحد منا يحب أن يظهر عيوبه على السوشيال ميديا، يعني أنا اليوم حقيقة أنا شخصيا لن أظهر الجوانب السلبية من حياتي، هذا الأمر مفروغ منه، لكن على الأقل أن لا أصل إلى حد يكون هناك فارق ما بين حياتي على السوشيال ميديا وحياتي الواقعية، يعني هذا الفرق الشاسع بينهما. لذلك أنا دائما أقول أن الحل المثالي لهذا الأمر كي نخرج من هذه المضمضة النفسية أن نعتني بمفهوم الصدق، صدق مع أنفسنا، أن نكون صادقين، يعني تماما أن أتقبل نفسي كما أنا بهذه الأيام. إن لم أستطع أنا أن أتقبل نفسي لن يتقبلني المجتمع، وإن لم أكن أنا اليوم واثقة وأتكلم لك بكل ثقة لن تصدقني، هذه حقيقة، فكيف سأستطيع أن أمارس نفسي بكل حرية إن لم أعرف وجهي الحقيقي؟ وحينما أتعامل مع نفسي بصدق أنا متأكدة أنك ستصل إلى مكانة اجتماعية التي تودها بين المجتمع وبكل حرية، وسوف تمارس نفسك بحرية ودون حنا تكون موجود بين المجتمع ويتقبلونك بكل روح وحركة. تمام، اليوم يمكن الشخصية المثالية أو الشخص اللي بحب دايماً يكون هيك كامل على مواقع التواصل الاجتماعي أو على أرض الواقع بتلاقي الناس تنظر له نظرة غريبة، إنه ممكن إنه هذا مريض نفسي، إنه كتير دايماً بده للكمال، دايماً ما بيعجبه شيء. طب هل هذا الشيء صحيح؟ اليوم فعلاً ممكن يكون عنده حالة معينة هو بحاجة لاستشارات أو أخصائيين معينين بحياته؟ نعم، كما ذكرت لك منذ قليل الشخص هذا يعاني من مسألة عقدة أن لا، يعني لا أحد يسمعه أو لا أحد يتحدث معه أو أنه ليست الأضواء عليه، يعني هو يود أن يبرز بين الناس، يود أن يسلط الضوء على نفسه، فلم يجد وسيلة إلا أن يدخل في مع يعني نطاق الكذب والكذب والكذب، وأوصله إلى أماكن عديدة، فأصبح الأمر اعتيادي بالنسبة له. الآن يعني يقول أحدهم فلان يعيش في كذب، يعني في كذبة، أن أنت تتفاجئين من الأمر، أنه ماذا يفعل هذا الشخص؟ أنا أعرفه، كيف يقوم؟ هو لا يشعر بذلك، هو مؤمن ومقتنع بهذه الشخصية السعيدة التي رسمها لنفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعني هو يود أن طالما أنه مقبول اجتماعيا في هذه المساحة أنا مطمئن. كيف أتعامل معه؟ أنا أقول بالطبع لن نكون حادين مع هذا الشخص، يعني ليس أذهب وأخبره والله أنت لست كما أنت في الواقع، لا،
هذا الأمر بالتأكيد مرفوض، لأن الإنسان بطبيعته لا يحب الانتقاد بشكل لاذع. إنما على الأقل يعني أن نحاول ألا نجاريه، يعني ألا على الأقل ألتزم الصمت أو لا أجاريه في كذبه أو في هذا النفاق الذي يقوم به، خصوصاً على السوشيال ميديا هناك الكثير من المنافقين، يعني تقوم بالتعليق وتعلم بأنها تكذب وتقوم بالتعليق لها. تحس اليوم صار هذا الشيء أسلوب حياة طبيعي جدا، تماما أنت تنزل شيء وأنا بعرفك أنك عم تغشيني وعم تغشي كثير من الأشخاص حولي، ومع هالشيء أنا بيجي صف معك وبعمل لك كومنت كمان بأيدك على هالشيء وأنا بعرف أنك عم تكذبي علي. طب هدول الأشخاص خلينا نقول الغشاشين اللي عم يغشوك، الافتراضيين الوهميين اللي عايشين بالوهم، نحن يمكن اليوم ما فينا ننصحهم، ما فينا نوجه لهم أي كلمة من أنه هنن عايشين بشيء خاص فيهم كتير، ما فينا نغيرهم إنه صح تماماً يا هادي ما فينا نغيرهم، ولكن نحن علينا بحالنا بالأشخاص الواعيين شوفنا نحن نقدم لهم أهم النصائح لحتى ما يصدقوا كل شيء بينعرض قدامهم، ما يصدقوا كل شيء بيشوفوا من مثالية من كلمات من فيديو من صور من شخصيات حتى. صحيح، خصوصا الشخصيات المؤثرة في المجتمع اليوم، مؤثرة المتصانعي المحتوى، خصوصا العائلات التي تظهر، يعني هناك الكثير باتت هي تصوير اليوميات الحياة اليومية، وأنا أذهب ونخرج ونلتقط الصور في أماكن جميلة وإلى آخره. لا لا، على الإنسان أن يدرك اليوم، يعني أنا اليوم أوجه رسالة لكل مشاهد وكل متابع اليوم يسمعنا بالتأكيد، لأنه مسألة أن تصدق كل ما تراه، يعني هذا اليوم بالتأكيد عبثي، اليوم كل ما نراه حتى بالواقع، حتى في الواقع نجد أشخاص لديهم هذه الحالة من الشخصية المثالية. يعني هناك مثل يقول ما بتعرفي لا تجربيه، وبالتالي لا بالتأكيد، يعني ليس كل ما رأيت منشور أنت كزوجة اليوم، رأيت منشور أن صديقتي أحضر لها دبديب وأخبر زوجي شفت فلانة شو شافت الحب والرومانسية، لا بكل تأكيد يعني نحن علينا أن نكون أكثر وعيا أكثر نضوجا، خصوصا الآن مع هذا التطور التكنولوجي، ليس على الإنسان أن يقع في فخ مواقع السوشيال ميديا والكذا، وليس على فكرة وليس لك أن تأخذهم كقدوة في حياتك، كن أنت القدوة لنفسك، كن أنت حقيقي. هنا الحرين يصطفلوا بحالهم، بس نحن علينا بكل تأكيد أكيد. يعني الحديث يطول عن أهمية هيدا الموضوع اللي فعلا موجود بحياتنا ولابد أن يكون في له حد. بدنا نشكرك كتير فاطمة الزهراء رجب، حاصلة على الماجستير في الصحافة والنشر وباحثة في مجال الإعلام والاتصال، نورتي صباحنا. شكرا، أهلا وسهلا. شكرا لك أستاذة فاطمة ولكل النصائح اللي قدمتيها، وإن شاء الله هيك يكون الجميع استفاد إن شاء الله. وقبل ما يفيقوا من النوم يفيقوا من شوي هيك من الغباشة اللي يسيقظوا من المثالية المفرطة. شكرا لك.